والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سلامونه می قبول کئ ملګرو عبد الوهاب یما او دا ټیم زو موجود یما په میدان میرګام بالا کې دته تلوي مونږ ته شولګرا یا کچو کوم کی چې شوري کیږي دا شریف بھائی دا ملګری زمنګ میزبان دی دلتا تا شخکته ګوري یو خسته سین دی مونږ ډیر وړل تا کی په دی وجه پات کله مې کاغره سره شنو به پکچر ډیر باسي ویډیوز ډیر جوړي نو په مونږ نه وخت کې لکه تاسو ته بده خبرې اندازې کیږي چې دا څونه خسته او یا څونه مزدار دی نو مونږ راړو د دې ځای یو ډرون شاټ چا غستې مخ کې نو هغه لکه د دې ځای نو بل دلته یو شولګره وا شاټ چا غستې نو دی وی چیرې تراشته دی هغه والا والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دغو ميدان مرغمبالا كم كتشو تو يا شولگر آيا ديورت مقامي تلو دغا يقينا چه زمون سے کم مقامي ملگره ده شریف بھائی اگر تمہارے چہرہ تنگ مار جب او کھولی نہ خبر ولم بے انتہائی خستہ زیر او بل زمین سرا دبا د مرغ منگ پہ کہ دینا مخ کی دو جین نور ایکسپلور کلا میں ما سے ڈرون کی چارج ہم نو اللہ دیو کی چی ویڈیو خرا گلی استاد کو خوشی مخفل پورا کوشش کو دے دے زیر ایکسپلور کے دو او کتا سو چر ترازی د پکچر د پارا د غل پارا ویڈیوز د پارا نو د دے زی خلق وستا سو مہمان نوازیم کی تا سو انشاءاللہ زم چنے منی کی په دې پولو پولو باندې سم نه تاسو خپل پکچر تصویران اغستلی شي ډیر زیات خوند دی وکړو او ان شاء الله زموږ کوشش دی چې نیکسټ ټایم دلته کوم ځای نه هغه به موږ ایکسپلور کوو دغه زموږ شارټس ویلاګ نه نه او که تاسو چرته راځئ نو زموږ سره واټس اپ باندې رابطه هم کولی شئ د بل ویلاګه پورې مالا راکړئ اجازه. والسلام.